في هذه الحلقة الخاصة أستضيف سيدة أعطت التوقعات الفلكية صدقية من خلال مصداقيتها. عندك لبنان هو بقلب مشكلة هلأ، ما حدا يقول لا. معاكسة جوبيتر لساتور تعني حرب، يعني تعني حربا. أكثر الأبراج السنة إيجابية والبعض نص إيجابي نص مش إيجابي. بعزه يعني أنا شخصيا. لا 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 حسب. وقت كان رئيس جمهورية قادر يغير ما قدر يغير، كيف هلأ بهالوقت؟ شهر أذار تحذرين منه بشكل كتير كبير. أنت شو أولى؟ معلش يعني خلي ما يحتقروا كتير عقلنا، يعني عقولنا عيب. بس هذا بدون ماجي فرح بحلقة خاصة مع شادي خليفة الأربعاء 9:30 المساء على الجديد